مستعدون لنبدأ مغامرتنا هذا اليوم يا أصدقاء؟ لكن أولاً اضغطوا على زر الاشتراك كي لا تفوتكم أي حلقة من حلقات كاتري الجديدة. هيا بنا لننطلق الآن. اسمعوا خرير مياه النهر. أعددت بنفسك كل هذا يا دوري؟ نعم، أعد لألعب لعبة المنزل مع إخوتي، فاليوم أنا الأم. كيف يبدو؟ يبدو لذيذاً. هل يمكنني أن أتركك وحدك إلى أن أذهب وأجمع بعض الذرة؟ بالتأكيد، ثقي بي يا أمي. أرجو لك وقتاً ممتعاً أيتها الأم. إلى اللقاء يا أمي العزيزة. والآن حان وقت الغداء، تعالوا. الغداء. رائع. طعامنا يا دوري؟ اليوم أنا لست دوري، أنا أمكم. أمنا؟ لذلك يجب أن تسمعوا كلامي، اتفقنا؟ حسناً يا أمي. شيب ستأخذ البطاطا الحلوة، وأنت يا جاك ستأخذ البازلاء. والآن بوبي. الذرة التي عندك يا أمي دوري. نعم، هذه الذرة اللذيذة لك، آمل أن تستمتعوا بغدائكم. هذه لي؟ لا، بل هذه لي أنا. عليكما أن تتوقفا عن هذا. أنا أخذت الذرة أولاً، أعدها إليك. لا لا، أعدها، إنها لي أنا. أخذتها، سآكلها الآن. لا تأكلها أكلاً حقيقياً. إذن هذا كله لي. أعتذر يا دوري، لم أقصد هذا. لا بأس. ترى ماذا سنفعل الآن؟ تذكر القيلولة. القيلولة؟ أريد أن ألعب الآن. لكن يجب أن تأخذوا قسطا من الراحة أولا لكي تبقى أجسامكم قوية. حسنا يا أمي. هيا استلقوا يا صغار، حان وقت النوم الآن، ولتنعم بأحلى الأحلام. انتهت القيلولة، شكرا، سألعب الآن. لا نزال في وقت القيلولة، سنلعب في وقت لاحق. بل أريد أن ألعب الآن، أنا لا أحب القيلولة. العبوا بي وأنا أريد اللعب أيضا، اسمحي لي. وأنا أيضا. لما لا تنصتون إلى أمكم؟ هيا هيا وراء، سنذهب إلى حديقة الألعاب. سنلعب. أنا أمكم وستنالون أشد العقاب عندما تعودون. هيا هيا تعالي يا إلى هنا، سنلعب الآن لعبة القرص الدواري هذه. تمسك يا تشيب، سأدفعه أنا وبوبي. أمي تعالي والعبي معنا. هيا. أنا لا ألعب مع الذين لا يستمعون إلى أمهم. هيا يا أبطال. كيف وجدتها يا تشيب، جميلة؟ نعم، إنها ممتعة جدا يا بوبي. ماذا أفعل؟ أرجوكم انقذوني.
السماء تمطر؟ نعم إنها تمطر، ولكن ليس لدينا معاطف. لنتخذ من ذاك المكان مهوا. إنها تمطر بقوة. أتشعر بالبرد تشيب؟ أريد أن أذهب إلى المنزل. يا إلهي، لقد أصيب بالحمى. اشتقت إلى أم فنورة. إنها أمي. أنتم هنا يا أحبائي الصغار، كنت قلقة عليكم جدا. تشيب ليس بخير، فقد أصيب بالحمى. سأرى. حسناً، سيكون على ما يرام يا دوري، فلا تقلقي عليه. حقاً يا أمي، هذا رائع، اطمئن تشيب. من الصعب أن تكوني أماً، أليس كذلك؟ بلى، أمر غاية في الصعوبة. أمي. اسمعوا خرير مياه النهر. هل تسمعون خرير النهر؟ احذروا وأنتم تسيرون لنعبر النهر. في الغابات من يقطن الغابات؟ الغرير وابن عرس، اليعسوب والضفدع، النمل والعناكب، والغزلان، الدببة والأفاعي، الحلزون والديدان، القيق الأزرق والوحاكي والدوري أيضاً. واحد اثنان ثلاثة أربعة، اثنين اثنان ثلاثة أربعة، ثلاثة اثنان ثلاثة أربعة، أربعة اثنان ثلاثة أربعة، خمسة اثنان ثلاثة أربعة، ستة اثنان ثلاثة أربعة. آثار أقدام مجهولة. اليوم يوم المرح سنقضي يوما ممتعا. وصلت عربة الطيور الجميلة إلى حديقة الألعاب. ماذا حدث هنا؟ الفوضى تملأ حديقتنا. من الذي فعل ذلك؟ انظروا إلى الأرض، ما هذه العلامات الغريبة يا أمي؟ أظنها آثار أقدام من أفسد الحديقة. أجل، هذه الآثار ستقودنا إلى الفاعل. وجدتها. هذه وهذه. ها هي دي. لنعثر على صديق الغابة الذي له قدمان بهذا الشكل. يبدو الأمر مسلياً، لنبدأ بالبحث يا أمي. يا عربة الطيور. لا لا لا. تبدو شهية وأنا جائع جداً. رحلة ممتعة. أصدقائي الصغار، مرحبا، أنا هنا. مرحبا أيها الصغار. ما هذا؟ هذه عربة الطيور. ماذا؟ هذه عربة؟ لا تبدو كذلك. دع أمر هذه العربة الآن وأرني قدمك. ماذا تفعلون؟ نبحث عن من أحدث الفوضى في حديقتنا. ماذا؟ فوضى في حديقتكم؟ هي لا تشبه الورقة. قدمه لا تشبه الورقة، إذن ليس هو. لنبحث بين الأشجار في أقصى الغابة. لننطلق. لست أنا من يبحثون عن مشكلة مع ما
رائع، هذا جيد جدا ومريح. أهلا بكم أيها الصغار. مرحبا. يا دب دعنا نرى خدمك. هيا هيا أيها الدب. قدمه ليست شبيهة بهذه. أخطأنا ثانية. لا ترى أين سنجد ذلك المخرب. هيا يا صغاري، الأفضل لكم أن نستمر في البحث. حسنا. انظروا، هناك أحد ما يتحرك. أين؟ لا أرى أي شيء. ليس هنالك أحد. هذا غريب، هل أنا أتوهم؟ مرحبا يا رضا. كيف حالك أيها الأرنب؟ أنا بخير. ما هذا؟ إنها عربة الطيور. جميلة، ماذا تفعلون هنا؟ نبحث عمن أفسد حديقتنا. هل سبق لك أن رأيت حيواناً له قدمان كهذه؟ أرني؟ ليست غريبة، أين شاهدتها من قبل؟ الحكة ثانية. لا، أسناني تؤلمني. ماذا أصابك أيها الأرنب؟ شجرة، أحتاج إلى شجرة. وجدتها. توقف، هذا الذي تفعله، إنها عربتنا الجميلة. هذا أفضل. ماذا تريدون؟ فهمت، هو من أفسد حديقتنا. إذن أنت الفاعل، لقد أفسدت حديقتنا وأفسدت عربتنا أيضا أيها المشاغب. أنا فعلت ذلك؟ أعتذر، لكن عندما تحكوني أسناني أقدم أشجار الغابة. وهل تشعر بتحسن بعد القط؟ نعم، إنه شعور رائع. ما أشعر بالندم. انظروا يا أحبائي الصغار، صارت عربة الطيور أفضل بكثير. الأشجار. اسمع، هل تود قطع المزيد من الأشجار؟ نعم، أريد ذلك. أتأتي معنا لتصلح حديقتنا؟ سأذهب بلا شك، أفسدتها وسأصلحها الآن. مرحبا، هيا إلى الحديقة لنذهب إلى الحديقة. عجلات عربة الطيور تدور، عجلات عربة الطيور تدور. بوبي تحرك. ماذا؟ رأيتني؟
هذه ألعابكم وأنتم صغار. صنوبرة الدوارة. وهذه لي. إنه منظار جميل. أكان قبل سنوات صغيرا هكذا؟ وقبعتي تبدو صغيرة جدا، كأن هذه الأشياء تبدو أصغر مما كانت عليه. لا يا عزيزي، لم تصر أصغر، بل صرتم أكبر. ما رأيكم يا صغاري أن نعطي هذه الألعاب لصغار طائر الزقزاق؟ موافقون. مستحيل، أنا أحب هذه اللعبة جدا. حسنا، يمكنك الاحتفاظ بها يا عزيزي. حقا؟ سأحتفظ بها. لنذهب إلى صغار طائر الزقزاق. حسنا. لا أستطيع أن أدخل. آمل أن تنال ألعابنا إعجاب صغار الزقزاق. السرطان؟ ماذا تفعلون؟ هذه القوقعة منزلي، ربما صارت صغيرة، لا أستطيع الدخول. لأنك صرت أكبر وأنت في حاجة إلى منزل جديد. لدي فكرة رائعة، أرجوك أمي ضعي السلطة على الأرض. حسنا. هذه صنوبرة الدوارة، يمكنك أن تجعلها منزلا جديدا. مذهلة، أحببت شكلها. أليس فيها مكان لأدخل منه؟ صحيح، ليس للصنوبرة فتحة. ليس لها فتحة. هذه لي، ما رأيك فيها يا سرطان؟ أظنها مناسبة. جميلة. هذا سيء، لا أرى شيئا. لا يمكنه استعمال هذه القبعة، فهي لا تلائمه. متين جدا وفيه فجوة، أظنه مثاليا لك. يبدو مذهلا. جميل، إنه مناسب ومريح، صحيح؟ نعم، إنه مريح، لكن لا أستطيع التوازن. أنقذوني. واحد من عائلتك وقد نجوت بفضله. أنت بخير؟ أجل، شكراً على إنقاذك لي. على الرحب والسعة، لما كنت داخل هذا الشيء الغريب؟ كنت كنا نبحث له عن منزل جديد. أتبحث عن منزل جديد؟ سأعطيك قوقعتي الخاصة، أظنها تناسب. حقاً؟ جميلة جداً، كبيرة أيضاً، لما لا تجربها الآن؟ حسناً. ما أجمل هذه القوقعة، أجمل منزل على الأرض ويناسبني تماماً. شكراً أخي. الأخ الكبير يساعد أخاه الصغير دوماً، أليس كذلك؟ لكن أين سيسكن السرطان الكبير بعد الآن؟ سأعثر على قوقعة أخرى. أجل، لا تقلق، فأنا الأخ الكبير. حسناً، علينا الذهاب الآن. وداعا. حاضر. مرحبا. 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 أهلاً، لم نراكم منذ زمن سيدة فلورا. جئنا إليكم اليوم لنقدم الهدايا، أرجو أن تنال إعجابكم. إنها جميلة، أريد هذه يا أخي. تفضل، هذه لك. شكرا لك. هل ستتنازل عن لعبتك يا تشيب؟ نعم، فأنا كأخي الكبير وسأقدمها إلى أخي الصغير. هيا تعالوا والعبوا معنا. Thank you.
اسمعوا خرير مياه النهر. هل تسمعون خرير النهر؟ احذروا وأنتم تسيرون لنعبر النهر. في الغابات من يقطن الغابات؟ الغرير وابن عرس، اليعسوب والضفدع، النمل والعناكب، الخنافس والغزلان، الدببة والأفاعي، الحلزون والديدان، القيق الأزرق والوحاكي والدوري أيضا. 1 2 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5. الزهرة الفواحة. سنركض عند الرقم 3، اتفقنا؟ 1 2 3. انظروا إنها تحلق عالياً. هيا حلقي عالياً أكثر وأكثر. طائرتي أعلى من طائرتك. ماذا تفعلين دوري؟ امهلني لحظة. طائرتي الورقية التي صنعتها من زهرة البنفسج. رائع! إنها جميلة جدا. ليس من المهم أن تكون جميلة، بل الأهم أن تطير عاليا. طائرتي جميلة تطير عاليا. حلقي. انظروا، طائرة دوري الورقية هي الأعلى. ما هذا؟ إنها نحلة. هاي زهرة جميلة. إنها رائحة منعشة. لا ابتعدي عن طائرتي. لا تفسدي طائرة دوري الورقية. تعالوا إلى هنا يا أصدقائي، عثرت على زهرة جميلة. رائع. قد أتى كثير من النحل. بلوطة شهية بالغذاء غنية، يجب أن أكون حذرا لكي لا تسقط. ابتعد. ما خطبكم أنتم؟ ابتعد. سقطت في الماء. انظروا ماذا فعلتم. النحل. لما يطلعون النحل؟ لا نعلم. لنختبئ في مكان ما. هيا اتبعوني. من هنا. هيا بسرعة. ادخلوا إلى هذا التجويف بسرعة. يجدنا. ثمرة بلوط كبيرة. ثمرة البلوط كبيرة جدا. لا لا تخرج. أريدها. لا تقصد في وجهي. سأفصل الثمرة من حولكم. دعوني. مرحى، حصلت عليها. ها؟ الأفضل لنا أن نعود إلى المنزل.
ما الأمر يا صغاري؟ لما تركضون هكذا؟ النحل يطاردنا. أنا خائف جدا. النحل يطاردكم؟ أجل. مرحبا أيها النحل، لما تطارد صغاري؟ نحن لا نطارد صغارك يا سيدتي. نطير خلف الزهرة ذات رائحة فواحة. الزهرة الفواحة؟ ترى هل تقصدون طائرة دوري الورقية؟ لا تخافوا، لم يقصد النحل أن يخيفكم، بل أراد أن يجمع الرحيق من طائرة دوري التي صنعتها من زهرة البنفسج لصناعة العسل. يريد أن يجمع الرحيق من هذه الزهرة؟ الرحيق يتحول إلى عسل؟ بلا شك، هناك رحيق حلو المذاق في الزهور، والنحل يصنع منه ذلك العسل الشهي المفيد. أعتذر، لم أكن أعلم هذا. اجمع ما تريدون من الرحيق. مذاق الرحيق لذيذ. ونحن أيضا نريد أن نتذوقه. اسمعوا خرير مياه النهر. هل تسمعون خرير النهر؟ احذروا وأنتم تسيرون لنعبر النهر. في الغابات من يقطن الغابات؟ الغرير وابن عرس، اليعسوب والضفدع، النمل والعناكب، الخنافس والغزلان، الدببة والأفاعي، الحلزون والديدان، القيق الأزرق والمحاكي والدوري أيضا. 1 2 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5. أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. أمي، هل يمكننا الذهاب إلى الحديقة؟ اقترب موعد العشاء. سنعود قبل العشاء أمي. حسناً، عودوا قبل أن يتأخر الوقت، أفهمتم ذلك؟ حسناً أمي. هيا إلى الحديقة. استمتعوا. أوه، تعالوا وانظروا. من أنت؟ أنا أدعى الحلزونة. سررنا جداً بلقائك. أنت بطيئة جداً يا حلزونة. لن تصلي إلى منزلك بهذا البطء. لا تقلق، فأنا أحمل منزلي فوق ظهري دوماً، وعندما أتعب يمكنني أن أرتاح في داخله. موزيل، هذا جميل ومفيد حقاً. يجب علي أن أذهب الآن. إلى اللقاء. بطيئة جداً، كأنها لم تتحرك قط. هيا بنا لنذهب. أسرعوا، سيربح من يصل أولاً إلى الحديقة. ليس من العدل أن تبدأ هذه البداية. وداعاً يا حلزونة، انتظروني. فزت، أنا وصلت أولاً. لا، كنت أفوز أنا. وصلت يا إخوتي. لأنك بطيء كالحلزونة يا تشيب. لنلعب المطاردة، هيا بنا. حسناً، نحن سنهرب وتشيب المتأخر سيمكننا. والآن يا أخوتي، لنرى من هو الأسرع بيننا. أنا أم أنتم؟ ما رأيكم في هذا؟ اتفقنا. 1 2
موعد العشاء يا صغار. العشاء. أنا جائع. من يصل أولا إلى المنزل فهو الأسرع بيننا. أنا سأكون الأسرع بلا شك. لا تؤذوا أنفسكم أيها الصغار. لما لا تركضوا يا عزيزي؟ لأنني بالتأكيد سأكون الأخير. لا، لم ينتهي الطريق بعد، يجب أن تصلي إلى العش. وصلت أمي. أمي، أنا جائع. أوه حسناً، أنا قادمة. انظري أنا عدت. ماذا تفعلين هنا أيتها الحلزونة؟ سأتسلق هذه الشجرة وأصل إلى قمتها، وذلك لأرى العالم من هناك. هذا هو حلمي الجميل وأريد أن أحققه. ولكنها عالية جداً. أتودين أن أساعدك على التسلق؟ لا، شكراً يا عزيزي. بمساعدتي ستصلين إلى القمة أسرع. أريد أن أتسلق الشجرة بنفسي ولا أريد الاعتماد على أحد. هيا تشيب، حان وقت العشاء بني. أنا قادمة أمي. حسناً، رافقتك السلامة. شكراً لك. تفضل. أنا الرابع. أنا لم يستيقظوا بعد. الحلزونة! أيتها الحلزونة! أين أنت؟ ها؟ هي ليست هنا، ترى هل استسلمت؟ أنا هنا! أين؟ في الأعلى! ها؟ هنا في الأعلى! رائع! وصلت إلى القمة! أنا بطيئة قليلاً، ولكن بالصبر والإرادة نصل إلى أهدافنا. أي لا يزعجك أنك بطيئة؟ لا، بل المزعج أن تكون كسولاً، فإياك أن تستسلم للصعاب. ما أجمل هذا العالم من هنا. شيب، مستيقظ باكراً. صباح الخير. هيا نذهب إلى الحديقة. هيا لنتسابق من جديد. هيا. لأحاول، فإذا وصلت متأخرا فهو خير من ألا أصل. مغامرتك توري هذا اليوم، نرجو أنها قد نالت إعجابكم، لكن مغامرات الأخوة الأربعة مستمرة، لذا اضغطوا على زر الاشتراك ليصل إليكم إشعار الحلقات الجديدة.